صباح الخير عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي بغى شي كنار ولا شي بطه ديال نويل مرحبا به مجانا، يدوز غير لابلاج بلوم. مرحبا بكم، هذه المزرعه مجانيه. يا سبحان الله، كل واحد كيعرف انه غادي يمشي. شاف شمو ريحه الخبز؟ الخبز تاهو كيتشمو. الصوت عندنا في المحمديه، الصوت عندنا نورمالمون. هذا الشيء اش كنقول لكم، الدلالات الصوتيه المحمديه ما كنسمعوا هذا الصوت، هذا ما كيعطيش، ما كيكونش بهذه الجماليه. لانه المحمديه ملي كتسمع هذا الصوت هذا، عرف بانه كاينه زباله. ما شاء الله. خلاص، لما تسمع الصوت المحمدية ما كيعطيش هذه الجمالية، ما كيعطيش هذه المناظر الزوينة، عرف بأنه مجموع على شي حاجة غير جميلة أصلا. إذا كنقولوا الدلالة الصوتية عندها معنى، ولكن ديالنا كاذبين. كيبغى شي وزة ولا شي بطة مع نوال، ما بقاش لي بزاف الغاش. لا بخوشان السيمانة الجاية هو نوال، ألوغ اللي يبغى شي وزة مرحبا بيه مجانية.
وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس صحبي تما في شنو خاسر فعل الجرس لقيت عليا ديال القناة انا درتها يلا تعاونوا يلا صافي.